جزاكم الله خيرا. أكون متوضعة ولكن كثيرا ما يخرج من اللثة دم كثير، هل هذا ينقض الوضوء؟ وإذا جرحت ونزف من يدي الدم هل هذا ينقض الوضوء؟ إذا كان دمك يسيرا هذا لا ينقض الوضوء بالإجمال، إذا كان يسيرا. أما إذا كان كثيرا فقد اختلف العلماء، منهم من يرى أنه ينقض الوضوء لأنه نجس خارج من البدن، وكثير نجس كثير خارج من البدن فينقض الوضوء. ومن العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحات في مغازيهم، ولم يذكر أنهم كانوا يعيدون الوضوء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء رضي الله عنه، ولم يستأنف الوضوء بل أكمل صلاته رضي الله عنه. وهذا هو الراجح، الراجح أن نزيف الدم ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. نعم.